طيب يعني ماتش الأهلي والترجي يعني أيام قليلة جدا بتفصلنا عنه، إن شاء الله يوم الجمعة، وإن شاء الله تبقى يعني مباراة قوية ولصالح النادي الأهلي، احنا واثقين في ده. لكن عندنا كلام كتير جدا هنتكلم فيها كمان عن فرص الأهلي والتفاصيل بتاعة المواجهة وغيره. خلينا نرحب ب يعني كابتن صديق جمال، طبعا نجم الأهلي السابق وصديقنا العزيز زي ما كنت بقول قبل الفاصل. بونجور يا فندم. صباح الخير. صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الفل، منورنا وسعداء بوجودك كالعادة. ربنا يخليك. وموضوع مهم عايزين نتكلم معاك في كل تفاصيله طبعا، لقائي الذهاب والاياب. تعال نبتدي الاول بالذهاب، وخصوصا ان في تفصيله كده يعني ايه ممكن تاخد الاجواء في حته مختلفه. فكره عدم وجود جماهير، الى اي درجه هذا الامر ممكن يكون مؤثر بالسلب على المنافس وعنصر قوه بالنسبه لنا؟ وطبعا المباراه مهمه جدا، والمباراه الاولى بالذات يعني برضو الحمد لله ان هي ايه خارج ملعبنا. النادي الاهلي عامل استعداد جيد جدا للمباراه دي، ومركز تركيز عالي، لان دي ان شاء الله تخلص المباراتين طبعا. دول باذن الله تلعب نهائي طبعا. نبتدي الاول بعدم وجود جماهير بالنسبه للترجي. طبعا المباراه دي بتبقى 50-50، الجمهور بيبقى فيه نسبه 25% زياده طبعا. بيدي باور وبيدي افانتاج لصاحب الارض طبعا. وبقى حافز كويس جدا جدا لاي فريق. فعدم وجود الجمهور ان شاء الله دي تبقى في صالحنا، ما يبقاش فيه ضغوطات برضو كبيره، رغم ان النادي الاهلي متعود بيلعب تحت ضغط جماهيري بخبره لعيبته طبعاً. وخبره المنافسات كتير والاستحقاقات اللي بيخشها في افريقيا او في اي بطولات، لعيبه الاهلي متعودين على كده. بس برضو بيدي ارتياحيه للجهاز الفني او اللعيبه ان عدم وجود الجماهير دي بتبقى بتدي برضو حماس اكتر لفريق نادي الترجي. فدي طبعا ان شاء الله باذن الله يبقى عامل مؤثر يكون في صالحنا ان شاء الله، في صالح في النادي الاهلي. نيجي للمباراه فنيا، المباراه النادي الاهلي الحمد لله اكثر جهوزيه ومستعد للمباراه، استعداد جيد جدا الحمد لله. زي ما شفنا الفتره اللي فاتت خدنا بطوله السوبر، يعني في ارتياحيه عند الجهاز الفني وفي استقرار. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي مستعده استعداد جيد وكلهم في فورم عاليه جدا، الناس اللي اشتركت في البطوله في ماتش السوبر وحتى قبل كده في مباراه الرجاء. المدير الفني مستر كولر حاطط طبعا في حساباته المباراه الاولى ان نطلع بنتيجه ايجابيه بحيث ان هي تساعدنا في مباراه الاياب. فاكيد الاهلي مركز تركيز عالي جدا جدا، وداخل عارف قيمه برده وحجم الترجي. الترجي عنده باع طويل في البطولات الافريقيه طبعا. وعنده خبرات كبيره طبعا. سواء برده حته الجمهور موجود او مش الجمهور، او الحاله اللي هو ظهر بيها في الدوري التونسي، انا على ما اعتقد كان خسر من الصفاقس الفتره اللي فاتت. بس البطوله دي مختلفه عن المشاركات المحليه طبعا. فاكيد المباراه هتبقى مهمه جدا، وان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. طيب لو هنتكلم فنيا شويه، كان معانا الخبر ده انا وكريم في الانترو، وهو فكره ان انت عندك غيابات واعداد مش قليله، سواء لاسباب فنيه او لاصابات. بتشوف ده ممكن ان هو يؤثر او لا؟ او في نفس الوقت احنا برضو كولر هو اللي فرض علينا ده بالمناسبه، ودي نقطه نجاح ليه ان احنا ما بيفرقش معانا ابدا مش قصه يعني التشكيل، حتى هو بيبقى دايما حتى لو السكواد كامل ما فيش اصابات او غيابات، هو الراجل ليه تفكير لكل ماتش مناسب بتشكيل معين. ف اكيد وبينجح في ده اكيد. هو طبعا اللعيبه الحمد لله عنده رؤيه عاليه جدا، وكل ما بيقعد فتره كبيره في النادي الاهلي كل ما الامور بتبقى واضحه اكتر، ويكون عنده ارتياحيه في التعامل مع اللعيبه. كل اللعيبه اللي موجوده الحمد لله على مستوى عالي جدا جدا. مباراه الرجاء نفس التيم او نفس التيم اللي لعب قبل كده، مستر كولر عارف عايز ايه من المباراه، فاكيد هيلعب بالتشكيل اللي هو بيلعب بيه الاساسي. الغيابات ان شاء الله مش هتكون مؤثره، لان اغلبيه اللي بيلعبوا دلوقتي هم اللي جاهزين، هم اللي لعبوا مباراه السوبر، دخل عنصر او عنصرين ممكن يكون في النهارده الفرقه اللي هي لعبت امام الرجاء اللي هي كانت موجوده في الملعب. هيلعب بتكتيك معين طبعا، اكيد مش هيلعب فاتح خطوطه في الاول، بحيث ان احنا ناخد اللي احنا عايزينه من المباراه. حته الغيابات ان شاء الله انا شايف ان هي مش هتبقى مؤثره جدا معانا،
لان الناس اللي موجوده على مستوى طبعاً عالي جدا. طبعا ده على مدار هو عودنا كده على مدار الفتره هو اللي الاهلي على اللي عودنا كده وكولر عودنا كده ومستر كولر برضو اشتغل في الحته دي باحترافيه كويسه جدا. عايزين بقى نتكلم يعني طبعا برضو على اللقطات يا كريم اللي احنا بنشوفها دي مع حضراتكم، وطبعا تونس اللي راح عارف قد ايه هي برضو جميله جدا يعني مدينه جميله جدا جدا. استقبال كان رائع جدا، سياده السفير ايهاب كان موجود، ايهاب فهمي، وطبعا المهندس محمد الطماطي من يعني مجلس الاداره هو اللي كان مكلف من قبل كابتن محمود الخطيب برئاسه هذه البعثه. شفنا لقطات في الطياره، شفنا لقطات في المطار، شفنا لقطات دلوقتي وقت الوصول. دي طبعا بتطمن جماهير النادي الاهلي، والوضع الحمد لله في تونس كويس جدا برضو. دي لما يكون الوضع مستقر بيدي طمانينه وارتاحيه لفرقه النادي الاهلي، ما فيش ضغوطات، تلاقي الجو زي عندنا بالظبط، نفس المعامله برضو احنا بنعملهم كده لما طبعا اكيد. الفريق التونسي فريق برضو زي ما يعني اتكلمنا قبل كده لازم يكون في تقدير واحترام ليه، لان الفرقه مش قليله، وفرقه الترجي رغم ان برضو انا سمعت ان في غيابات عندهم، عنده اسمه الهوني ده ممكن يكون مش موجود، بن شريفية ممكن، الشعلاني، ففي بس برضو اي فريق بطل او فريق كبير بيبقى عنده مشاركات في دوري الابطال او في بطولات خارجيه بيبقى عنده دكه كويسه، وعنده مش هقول بدله لان نفس اللعيبه اللي موجودين لو 25 لعيب هم على مستوى واحد، مفيش حد بيلعب في نادي كبير الا لما تلاقي المستوى متقارب طبعًا جدا طبعًا طبعًا. الا ممكن يا حبذا لو في اثنين او ثلاثه في فروقات فرديه دي بتفرق مع اي تيم طبعا. وعلى فكره يعني زي ما مستر كولر برضو يعني تميز في الفتره الاخيره بعمليات الروتيشن اللي بيعملها، الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي هو كمان بيعمل روتيشن ناجحه جدا، بنشوفها كل مره مع بعثه جديده من بعثات النادي الاهلي. يعني المره دي طبعا رئيس البعثه محمد الضماطي، فده يوريك برضو ان الفكر نفسه موجود عند مجلس الاداره، واتاحه الفرصه وتمكين شباب الاعضاء في مجلس الاداره في تفاهم يعني حاجه حلوه قوي، في تفاهم في انسجام طبعا. والمنظومه كلها يعني اول ما جه المجلس ده كان يعني اسره النادي او عائله النادي الاهلي، فالتعامل او الناس كلها كل واحد ليه دور، وبرده شايف في الروتيشن بتاعهم حاجه يعني كويسه جدا جدا. فخر لكل عضو مجلس اداره لما يطلع يكون رئيس بعثه طبعا. الكابتن مهند طلع مثلا الماتش اللي فات كان في الامارات، اي حد بيطلع في اي مكان كانه زيه زي رئيس النادي طبعا، بيمثل النادي الاهلي وكلهم ما شاء الله على مستوى عالي جدا جدا من الثقافه الكرويه والحاجات الاداريه، ملمين كل حاجه بالنادي الاهلي يعني، واي مكان باي عضو مجلس اداره بيتواجد فيه بيبقى سفير للنادي في البلد، بيبقى سفير للنادي وبيمثل رئيس النادي وبيمثل المنظومه كلها، ودي حاجه كويسه جدا جدا، حتى بتدي ارتياحيه جوه اعضاء المجلس والعائله كلها. صحيح، ما يبقاش الحاجه محصوره على واحد او اثنين او ثلاثه، ده ما شاء الله كل الناس بتشارك في اي بعثه في اي حاجه، كل واحد ليه دور، بيبقى ليه دور ومتواجدين. صحيح، فدي حاجه كويسه جدا جدا يعني. طبعا ده معالي السفير ايهاب فهمي، برضه هو شاب يعني، هو سنه في اول الاربعينات، فيعني قريب من اعضاء مجلس الاداره يعني وكده. عناصر كلها اعتقد يا زي ما تقول ناجحه، خلينا نقولها بالشكل ده. طيب كابتن صديق، برضه لو هنتكلم عن ماتش الاياب تمام، ويومها 19 ان شاء الله تحديدا، احنا عرفنا والاهلي اعلن ان هو خاطب الجهات الامنيه علشان يكون في سعه لجماهير طبعا في الاستاد بشكل كبير، استاد القاهره، فبتشوف برضو ده امكانيته او امكانيه حدوثه ازاي، وزي ممكن ان هو يفرق كمان في المباراه او احداث يعني المباراه؟ لا ان شاء الله، هو بالنسبه للمباراه الثانيه اللي هتكون في القاهره هنخلص من المباراه الاولى باذن الله تكون نتيجه ايجابيه، والجمهور يبقى متعطش، دي هنبني عليها دي طبعا، هنبقى ايه متواجد، وجماهير نادي الاهلي بتدي باور الداعم الاول لفرقه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي دايما. فان شاء الله لما يكون الجماهير موجوده بكثافه كبيره في المدرجات، لعيبه النادي الاهلي بيبقى في حاله ثانيه خالص، غير لما بتلعبي بيبقى في 1000 2000. فشفنا المباريات اللي كانت موجوده في القاهره قبل كده في 50000 في 60000، وماتش السوبر نفس الاعداد، السوبر كان في الامارات مفهوم، بس انا قصدي اقول لك تواجد جماهير النادي الاهلي العدد هيبقى اكبر كبير. عندنا الاستادات ما شاء الله طبعًا بتشيل عدد كبير، المساحه كبيره جدا، فلما يكون في 60 70000 ما تعرفيش الحاله دي، الواحد الحمد لله مر بالتجارب دي، بتدي انتعاشه، بتدي باور رهيب للعيبه النادي الاهلي طبعًا. حاجه بقى يعني ما توصفش الا اللي عاشها في الملعب،
فان شاء الله انا بتمنى من الله ان يكون برضو الجهات الامنيه يوافقوا لمجلس اداره النادي الاهلي العدد يزيد. اكتر مره كنت حضرتك بتلعب فيها في ماتش من الماتشات سواء محليا او قاريا وكان فيها نسبه جمهور يعني النسبه الاكبر على الاطلاق في تاريخك انت لا في تاريخي مباراه الاهلي والزمالك. اوكي في اي مباراه دوري ولا كاس ولا دوري وكاس كيف. دوري وكاس كاس كان في رمضان بالليل كان فيه 70 80000 الدوري كان نهائي الدوري العام سنه 88 حوالي برضو يعني بص الاستاد مثلا كان حاجه بسيطه ويتملي على الاخر رغم ان المباراه دي بتبقى مذاعه لان الجماهير بتبقى في المتعطشه تشوف اللقاء في الملعب وبيبقى فيه حماس وبيبقى فيه نديه وهم في الملعب غير ما يكون الملعب فاضي. الملعب فاضي ده بتحس ان انت يعني ايه تاكل اكله كده غصب عنك طبعًا. يعني عايز مش تلاقي حاجه جنبيها تفتح نفسك. فالجماهير بتفتح نفس اللعيب وبتدي ارتياحيه برضو جماهيرك انت بقى انت بتلعب فريق خصم ليه كل التقدير والاحترام اي فرقه بتيجي من بره ما تلاقي حتى كمان بتسبب ضغط عليهم اكيد يعني انت بتلعب مثلا الترجي عندنا في مصر وفي 70 80 الف في الاستاد اللعيبه بتنزل مرعوبه زمان ايام الجيل اللي قبلنا احنا كمان كابتن خطيب والمجموعه اللي كانت في السبعينات وقبل يعني في بدايه الثمانينات كان في فرق بتيجي بره من بره اول ما يشوفوا الاستاد موسيماني هروح بعيد ليه موسيماني اول ما جه مع صن داونز وشاف الاستاد اتخض مسك التليفون وقعد يصور جماهير النادي الاهلي حاجه تفرح صحيح. وبالنسبه للمنافس حاجه ضغط عليه بيتخض طبعا. فطبعا جماهير ان شاء الله زي ما نهاوند تفضلت يعني ممكن جماهير تبقى متواجده هتفرق معانا باذن الله في مباراه الاياب ان شاء الله. حلو جدا حلو جدا. طيب خليني اروح معاك برضو كابتن صديق لان السوشيال ميديا مؤخرا برضو بتتكلم وعارف الفترات اللي هي بيبقى فيها انتقالات صيفيه وشتويه دي دايما بتبقى فترات كريتيكال وبيكثر فيها الكلام. سمعنا الفتره اللي فاتت انا عايزه اسال السؤال ده عشان عايزه اقارن بفترات حضراتكم وقتها يعني برضو ايام ما حضرتك كنت بتلعب تلاقي في الفترات دي تحديدا كلام عن لعيبه اهلي هيغادروا لعيبه زمالك هيغادروا مش عارفه مين هيجي الاهلي مين هيجي الزمالك مش عارفه مين ماشي دايما بيبقى فيه في التوقيت ده ومش اول مره احنا خدنا على كده طبعا على مدار التاريخ يعني بس ازاي ده ممكن بيؤثر بشكل سلبي وهل ده كان بيحصل وقت حضراتكم اكيد مش بالمقدار لان ما كانش في سوشيال ميديا بس هل كان برضو بيؤثر على اللعيبه وقتها؟ على ايامنا كان الاحتراف اقل شويه انما الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي السيناريو ده متكرر في كل الفرق تلاقي كل سنه بيحصل الحوار ده فلان هيمشي ده الاهلي هيسيب خمس ست لعيبه الاهلي هيجيب حد في مركز معين دي بتعمل بلبله وبتعمل عدم استقرار في الفريق يبقى بتبقى مقصوده بقى بتبقى مقصوده السوشيال ميديا بيزودوها شويه الاعلام برضو بيبقى عايز ايه منتج يتكلم فيه عايز حدث فمش هيلاقي اقوى او اكبر من حدث اولا في مش عشان احنا من تامين النادي الاهلي النادي الاهلي رقم واحد ان صرح كبير اللعيبه مثلا عايزين نجيب لعيبه اجانب في اجانب موجود يقول لك ايه احنا نمشي حد ونجيب حد اللعيبه المتواجده لو واحد طلع بره السكور فتره او بعيد ما بيشاركش مثلا يروح جاي واخد خبر يهمده يوقعه واحد زي كهربا يعني كهربا دوت المفروض يعني يتعمل له تمثال الفتره اللي كان عنده مشاكل فيها الضغط اللي كان عليه ما فيش حد كان يتحمله قعد ست شهور سبع شهور بعيد عن الساحه مفيش مشاركات مفيش لعب وغير كده مش سايبينه في حاله ده انت هتبطل انت عليك غرامات انت ما هتجيبه منين هتروح فين هتيجي منين يعني غلط الولد كبير اتشتت ما هو ده من ضمنه برضه التربص ده لما يجي من خلال سوشيال ميديا انت مش عارف لها اول من اخر ومش عارف مين اللي كاتب واحد قاعد ورا شاشه ما تعرفش مين معاك ومين عليك لكن قصدي اقول لك لما النوع ده من الشرح تجاه الترندات ونسب المشاهده العاليه ينتقل كمان للبرامج الرياضيه في القنوات التلفزيونيه المختلفه وفي بعض الاحيان ممكن تشوف تتابع حوار ما المنطق يقول ان مع نهايه الحوار ده في ذريعه يعني في ضغينه اتزرعت بين النفوس عشان يحصل مشكله عشان في الاخر الفيديو بتاع الجزء ده من الكلام يتشير كتير ويوصل هل في رقيب على النوع ده من الامور عشان نحافظ على سلامه وصحه الحياه الرياضيه في مصر هو يعني اكد لحضرتك يعني ما فيش رقيب بس هنا في يبقى كل منظومه الناس اللي عندها خبرات زي النادي الاهلي لما بيجي يتعامل يعني ما بيلتفش او التفت للمعطرات دي بتاعه السوشيال ميديا ان هم يوقعوا الفرقه ان ده هيمشي لا يوقع ده صعب قوي فليه اتعودنا على كده فخدنا حصانه
زي ما بتقول ايه طعمنا بقى، ان احنا السيناريو ده كل سنه بيحصل زي ما قلت لحضرتك. فانا لما جبت مثال بكهرباء، كهرباء عمل ايه؟ ما التفتش للحوارات دي ومركز، ركز ان هو يتمرن يبقى كويس جدا عشان لما تيجي الفرصه يبقى واقف على رجليه. ولما جت الفرصه الراجل ما شاء الله نزل سجل طبعا 7 8 تجوان، وليه هو بيرد على الارض يعني دور فعال طبعا، ليه دور فعال مع الفرقه، دور كبير جدا جدا. فالحضرتك ما فيش رقيب، بس هنا تبقى انت رقيب نفسك. ازاي رقيب؟ يبقى انت ما تلتفتش للاخبار دي، ان هي الاخبار دي ممكن عايزه توقعك. ما مش كل الناس بتقدر تعمل ده، ان في ناس تبقى حابه انها بالعكس تثير جدل ما ينتج عنه نسبه مشاهده والناس تتكلم عن الموضوع. انا معاك، اللي بتاثر بيه هو اللي بيتضر. ما احنا قلت لك ده سيناريو بتاع كل موسم، اللي بيتاثر بالحاجات دي هو اللي بيتضر، بيحصل هزه في المنظومه. هي بص يا كابتن صديق، هي لغه الحوار. يعني لما احنا كنا في مجلس النواب وكنا حاضرين هذه الجلسه، كان بيتم النقاش يعني ايه اللي ممكن نعمله، ايه الخطوات، ايه اللي لازم يتغير عشان نرتقي بالاعلام الرياضي. انا اعتقد من الحاجات وتم مناقشتها برضو فعلا نقطه، ان انا لو اعلامي، انا صحفي، ما عنديش معلومه من المصدر طلعت، لازم لما اطلع اقولها اقول هذه الدك المعلومه ليست من المصدر، ولكن صح ان هي مثلا المعلومات قدرنا صح نحصل عليها لكن مش موثقه، او استنتاج وصلنا يعني صح. ده لو اتعمل هيقلل اللغط اللي بيحصل. لكن في حد بيعمل كده؟ لا، بيقول لك ايه، خد الحصري من عندي، خد مش عارف ايه من عندي. صح. طب ما والحصري ده للاسف سيء جدا. صح. انت بتدور على ترند وبتضر بعد كده المنظومه بشكل كبير. طب احنا ليه نسيب نفسنا نستنزف في مهاترات من ما احنا بقى يعني المجهود اللي بيضيع ما نوفره اولى، من باب اولى لاصلاح المنظومه. هي مش ناقصه يعني. لا لازم لازم يكون، بص يا حضرتك، في معايير ويكون في دقه، زي ما اي حد بيطلع في الاعلام يكون يتحري الدقه في اي معلومه في اي خبر قبل ما طبعا لو ده دورنا، لو ده شغلتنا. لو الناس دي يعني برضو يكون في جزاءات او في التقييم بتاعهم، اي حد بيخرج على النص او بيكتب حاجه تسبب بلبله او تسبب مشاكل وبيحصل فجوه بين رؤساء الانديه، بين المنظومه الكرويه كلها سواء في الاتحاد او الانديه. فلو حطوا معايير او حطوا اسس للحاجات دي مفيش حد يخرج عن النص. بس زي ما حضرتك الناس فضلت مش بالضروره تستجيب، لان الناس بحكم الاهواء في الفتره الاخيره بقت بتدور وبتروح على السبق. عايزين يبقى ليهم دور ويجيب لك خبر لك انا لا انا حصري. حضرتك هنا بتتكلم على الاعلاميين، لا انا بتكلم على الجمهور العادي في الحاله دي. الواحد اوتوماتيك بقى بشكل لا ارادي بيروح الجمهور بينفعل طبعا. بيروح للحاجات اللي فيها جدل، الامور الجدليه، الامور طبعا اللي فيها اللي حتى في بعض الاحيان بما احنا نفسنا متشككين في حجم مصداقيتها، بس بنروح لها لان في عفره كتير كبيره حاصله، فبنروح فاحنا بنساعد على ان ده يستمر. الناس بقى المفروض يبقى عندها يعني برضو ايه، الثقافة موجودة، بس بالنسبة للمجال بتاعنا الثقافة الكروية لازم يكونوا خدوا خبرات كبيرة في الفترة اللي هي ايه بيحصل فيها حاجات زي كده، وما يسمعوش لحد بيدي أخبار مش مظبوطة مغلوطة. فاحنا نركز مع الناس، يبقى واحد بيتفرج على قناة معينة بيعجبني الإعلامي اللي هو بيطلع يقول الحدث أو الحاجات اللي هي مثلا ما بيخرجش عن النص وبيقول الحاجات حقائق، أتابعه. اللي هيخرجني عن فكري وعن تفكيري وخليني يحصل مشاكل، حتى الرؤيه بتاعتي تبقى مختلفه عن اي حد تاني، اركز مع الكويس اللي صح. انا الاقيه مش مظبوط هو كده كده الشاشه عليك. الشاشه ما بتخدعش يعني، الناس الاعلامي الجيد الاعلامي المحترم بيتعرف ونسبة المشاهدة والتركيز. خليني أروح معاك بقى النقطة، معلش هنخرج بقى الموضوع شوية، بس إن ده موضوع الساعة حاليا برضو، وده برضو هيخليني أقارن بالأرقام بتاعت حضراتكم زمان. لا هروح، خلينا دلوقتي اسمعي مني. ما تخشيش على كابتن صديق ب 450 مليون يورو وتقولوا على ايامكم هينهار مننا. طبعا انا سامعك كنت بتكلم على ميسي، على ميسي 300 مليون. لا 450 بقى. طيب ما هم الوضع ده، احنا عايزين 50 يورو. لا بص يا نهوان، مش 50 مليون. بص يا نهوان، الوضع ده مختلف عن السابق، كل ماذا الدنيا بتبقى فيه تقدم شويه. بس كل مش حاجة. مش 450 برضو ما ده رقم لو كان حقيقي. ما برضو لما يكون في دراسه للحدث ده او الامكانيات الماديه اللي هتدفع، اول حاجه لما انا اجيب ميسي اول حاجه هيبقى في سبونسر وفي اعلانات وفي مداخيل هتخش هتعود على المنفعه على النادي اللي اتعاقد معاه، زي موضوع كريستيانو. ما لما اتدفع فيه 170 مليون او 200 مليون النادي النصر لو مش هيستفيد منه كانش جابه. فميسي لما يدفع فيه رقم زي ده، طبعا لعيب رقم واحد في العالم حاليا حتى لو عنده 40 سنه وهو نجم الشباك زي ما بيقولوا يعني، وعنده امكانيات
وعنده مخزون فني عالي جدا يقدر يقدمه ويضيفه لنادي الهلال، فهم مش هيجيبوه كده هباء او استلطاف مثلا. طيب ده من الجانب السعودي، الجانب الاخر هل يعني فكره ان هنا ينهي حياته او مسيرته الكرويه برضه في الدوري السعودي هو او كريستيانو، هل دي خطوه سليمه ولا خطوه اعتقد مش هي دي اللي في الحسبان، ممكن يروحوا فتره والاثنين يرجعوا بعد كده يختموها مثلا في اي دوريات اخرى؟ لا، اللي هيمضي سنتين او ثلاث مواسم ده خلاص هينهي حياته في السعوديه، هم خلاص حققوا كل الانجازات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي في البطولات اوروبا وكل المنافسات اللي دخلوا فيها زي ما بيقولوا ايه بيطلعوا الالفا، وجمعوا كميه بطولات وكميه حاجات فرديه من احسن لعيب في العالم وبطولات واهداف وكله، خلاص بقى هم شبعوا او خلاص. فلما يروح السعوديه هيجمع برضو فلوس هتضاف للفلوس الماده اللي هي معاه، فمش هيفكر يلعب تاني، هيلعب تاني فين؟ فهي السنتين بالنسبه لميسي بغض النظر عن فين يلعب تاني ليه؟ يا فندم 450 مليون يورو الواحد ممكن ينهي حياته مش بس ينهي مشواره الكروي. ما هم دول مش هيجوا مثلا ايه ربع المبالغ المتواجده معاهم طبعا، ما هم عملوا ما شاء الله ربنا يزيدهم يعني طبعا. عملوا ماده هيولعوا بعد نهايه الحوار لا لا من كتر النبره اللي انا بقول ما شاء الله ما شاء الله، حتى لو هو ايه بعدين ده هم تعبوا عشان يعملوا الفلوس دي وشقوا واتصابوا، فانا بقول لحضرتك ايه دي نهايتهم ممكن تبقى في السعوديه، ان خلاص صعب يلعب يعني ميسي لو لعب سنتين صعب يكمل بعد كده، بس هو يلعبهم طبعا راجل باحترافيه هيلعب وهيأدي هيبقى كويس جدا جدا، لان الكوره في السعوديه غير الدورات الاوروبيه بيبقى الفتنس اعلى، القوه اعلى، السرعه اعلى، هناك الريتم برضو هيناسبهم وهيأدوا هيبقوا كويسين. ده هيبقى كلاسيكو كلاسيكو سعودي. وكريستيانو هو بيلعب واحرز اهداف كتير يعني بيشتغل برضه في الملعب، فطبعا هيختموا حياتهم في السعوديه اكيد يعني، ده وجهه نظري. يعني حضرتك لو مكانهم هتختم حياتك هناك بالرقم ده؟ انا لو مكانهم هيجي لي مبلغ زي ده انا بطل كوره خلاص بقى. انا هختم حياتي. ينهي حياته نفسها مش مجرد مشوار. اللعيب هنا في مصر بيلعب مثلا لو لعب 20 سنه عمره يعمل 10% من اللعيبه اللي بيعملوه بره، بس طبعا ده رزقهم يعني. بتشوف مثلا صلاح تعب ربنا يديله الصحه ويبعد عنه الاصابات، لما وصل للمرحله دي شوف خد السلم ازاي خطوه خطوه درجه درجه، تعب وشقي من بدايه لما كان في المقاولين وقبل المقاولين، لما كان ولد صغير في البراعم في نادي بيرسي لحد ما وصل للمستوى الاعلى في العالم ومتصنف يعني، دي ما جاتش من فراغ أكيد. ما قعدش بقى ايه بعد يومين ثلاثه لقى نفسه بيمضي بالمبلغ الفلاني، كل واحد بيسعى في المجال وعشان بتاعه. يوصل عقده كويس قعد فترة كبيرة وتعب وحارب في ليفربول عشان وتحارب يوصل لأرقام وتحارب يعني عشان ياخد مبلغ كويس كل أسبوع عشان يبقى قريب من اللعيبة الكبار، لأن هو ما يقلش عنه، فالحاجة دي اللي بيجتهد ربنا بيكون معاه والتوفيق بيكون حليفه. تخيل بقى نلاقي في الدوري السعودي كريستيانو وميسي ومحمد صلاح. طبعا ده لو في لعيبه كمان، لان برضو على فكره كانت شويه في كلام لان هو عقده هيخلص برضو مع ليفربول، هو الصحافه برضو اتكلمت او صدرت فكره ان هو مش حابب ان هو يجدد قوي، فهل تتخيلوا ان ممكن في يوم من الايام ده يحصل؟ لا صلاح بالنسبه دلوقتي هو 30 سنه لسه بدري، ربنا يديله الصحه ويبعد عنه الاصابات ان شاء الله. امين يا رب. صعب جدا ياخد الخطوه دي صلاح، هو انا متاكد هيكمل مع ريال مع ليفربول، ولو كمل هيحقق ارقام قياسيه يعني ثانيه. يعني صلاح ممكن تبقى الخطوه دي مؤجله لمراحل لاحقه. لا لو اضطرته الظروف 35 يفكر، انما الثلاث اربع سنين دول هو محقق انجازات مع ليفربول وعنده، شوف الارقام اللي دلوقتي سجل 100 هدف مع ليفربول واتساوى ب 186 مع ستيفن جيرارد، يعني هو بيقرب، والتانيين لعبوا ماتشات اكبر منه وعدد المواسم يعني، هو كل ما يكمل كل ما الحصيله بتاعته بتزيد طبعا. بتزيد واسمه بيعلى، اللي هو بسم الله ما شاء الله متالق يعني، فعشان يفكر يروح دوري عربي كل التقدير والاحترام للدوري السعودي، رغم ان الدوري السعودي يعني متصنف من الانديه من الدوريات المحترمه جدا طبعًا جدا طبعًا، وبيصرفوا طبعًا، وعندهم سبونسر عالي جدا طبعًا، وعندهم ملاعب مش موجوده عندنا طبعًا، وبيجيبوا لعيبه اجانب احسن من اللعيبه اللي بتيجي مصر مليون مره، بتدفع فيها مبالغ كبيره طبعًا، ولعيبه في النصر والهلال والاتحاد، فان شاء الله صلاح عشان يعني يروح الخطوه دي مش قبل 3 4 5 سنين بس، ممكن دلوقتي اصبح وارد ان احنا نسمع حاجه زي كده. ادام بص حضرتك دي بتبقى عاليه
انت تروحي السنغال. يعني لو هو السنغال وحشه، ده السنغال الكوره فيها جميله دلوقتي. مش قصدي انت لو جالك عقد احتراف عقد اعلام بقى في تلفزيون ابو ظبي ممكن تستاذني من الاهلي وتروحي بعد بكره. فالموضوع بيتقاس برضو ايه الحته الماديه بس السن برضو بيحدد لك انت عايز تعمل ايه. طبعا. فده حاجه كويسه جدا وربنا يوفق ان شاء الله باذن الله صلاح وكل اللعيبه المصريين يجي لهم عقوده كويسه ويكملوا وكل واحد يستفاد. الارقام الفلكيه اللي بتتقال يعني بعيدا عن الناس الاستثناءات يعني اللي هو زي كريستيانو رونالدو وميسي الى اخره، بس بقى العادي دلوقتي ان اللعيب العادي بيدفع فيه ملايين اليوروهات وملايين الدولارات، ده مش المفروض يشكل حافز قوي جدا عند لعيبتنا المصريين كل واحد فيهم ينزل ياكل النجيل بالمعنى الحرفي للكلمه عشان يبقى محط انظار اي نادي ممكن يحترف من خلاله في الخارج؟ بص الاحتراف، لان انا بحس ان في عندنا ناس حابين يبقوا محللين. لا بص الناس اللي عندنا في مصر عندهم ايه بولده شويه يعني مش كله يعني لا 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 لعيب بليد بليد ازاي ما عندوش الثقافه العاليه ان تخليه يطلع. اللي بيطلع ده بيكون فلته بيكون بيشتغل على نفسه. الناس كلها اللي طلعت قبل كده في ناس احترفت ورجعت سمعت. على فكره لا ولا في ناس سمعت وفي ناس رجعت اللي هي قعدت 10 سنين زي مثلا ايه صلاح دلوقتي في المقام الاول عشان هو عامل حاله طبعا. مثلا كان في هاني رمزي قعد 10 سنين في المانيا ده مش صغير لما كان معانا في الفرقه كان عنده 20 سنه النادي الاهلي طلعه صغير ايام مستر فيصل فده حظه حلو راح على سويسرا وبعد كده راح المانيا وثبت وجوده وهو ستايله وكورته واندمج معاهم في المانيا كانه بالظبط الماني عاش فتره كبيره وبقى برضه يثقف نفسه والناس برضه ايه اللي بيكون ضعيف شويه في حته التعامل بره لما بيجي يكون ليه مستشارين زي صلاح دلوقتي معاه مستشارين طبعًا. كل حاجه بحساب الخطوه تفكير في كل حاجه الناس اللي معاه دي حتى لما بيجيب جون معروف هيهيص ازاي ما هيفرح ازاي فكل حاجه ليها حسابات تانية. هنا اللعيب في لعيبه راحت ما توفقتش جت بعد فتره يعني كان في لعيبه مش عايز اقول اساميها أنا ممكن تزعل مني لا لا بلاش نقول اسامي بس هم اللي وصلوا نفسهم ان هم ما يتوفقش او يفشل في مهمته وفي احمد حسن يعني قعد فتره كبيره فيش عقليه احترافيه احمد حسن صار قعد فتره كبيره في ناس تانية عشان ممكن واحد يسقط مني حسام غالي راح وراح مع توتنهام حسام راح في قمه التالق كان عنده نضج كروي كان المفروض يكمل ليه ما كملش دي بتاعته رغم ان كان ماشي كويس جدا مع توتنهام وعامل حاله في كذا برضو لعيبه تانية يعني ممكن يكونوا بيسقطوا من الواحد بس اللي بيركز او بيوصل للحاجه دي نيجي بقى اللي في مصر كله عايز ايه عايز ياخد مثلا عقد كويس ويخلص تمرينة النادي يروح يقعد بقى مع اصحابه هنا ومش فارقه معاه لو راح في الغربه زي مثلا حسام ابراهيم افتكرت حسام ابراهيم كان المفروض يكمله لو كمله كان ممكن يوصلوا لحته كويسه ما كملوش رجعوا هو اكيد الفترة كانت قليلة كل اسم من الـ يعني الاسامي اللي حضرتك تفضلت بذكرها كل واحد عنده يعني ملابساته الخاصة في التايمنج اللي هو سافر فيه في اللوكيشن اللي هو سافر له بالمناسبة على ذكر اللوكيشن برضه اللي انا فاهمه ان احنا كان معانا طول الحوار كان فيه برضه لقطات من طبعا لقطات اللي اكيد بنتمنى ده لو ده يعني للبعثة ولتونس نفسها كمان زي ما حضرتك انا بس برد على سؤال حضرتك في لعيبة كويسة هنا موهوبين بس لو اشتغلوا على نفسهم وبقى ليهم مثلا مستشارين او ليهم حد يوجهه الوضع ممكن يختلف. الوضع يختلف طبعًا. يعني يقول لك ايه اروح احترف مثلا في المكان الفلاني طب اعمل ايه اقعد كام سنه هنا اروح مثلا دوله يعني انا سمعت ان احمد عبد القادر برده كان في حوار ان هو راح روسيا وحد يقول لك في جاي له عقد او كلام اتقال في وقت طبعا انا وجهه نظر انا يعني اقول لا ما ينفعش يروح مكان زي ده عايز تروح روح دوري قوي روح حته تعلى فيها يضيف ليك يعني. والنادي الاهلي كمان يبقى من قيمه النادي الاهلي ان هو بعته في حته عاليه انما مش هيروح مكان قليل هو مش هيوصل اللي هو بس عايزه بس ده مش كلام برضو اكيد يعني مفيش كلام يعني ما عندناش معلومه ان ده حصل ايوه لا يعني عشان بس الكلام يبقى واضح لان حضرتك في حاجه جوه قناه النادي لا لا ما الكلام ده غير رسمي في خبر متداول خبر متداول غير رسمي تمام بعض المواقع ان احمد جاي له فكل ده طبعا بس احمد مكمل ده اللي نقدر نقوله مفيش حاجه اسمها كده لعيب في النادي الاهلي بالظبط ومكمل في النادي الاهلي وبيعتمد عليه شوف كاس العالم للانديه ما شاء الله كان متالق مع لعيبه النادي الاهلي والفتره الاخيره اخرها الماتش بتاع السوبر عم مباراه كبيره جدا لا احنا بنتكلم دول لعيبتنا في النادي الاهلي ربنا يكرمهم بالظبط واحنا لما حد يجي له حاجه طبعا. تيجي بقنوات شرعيه عن طريق النادي والنادي الاهلي وحاجه تكون فيها اضافه للاعب بيدرس جيدا اللعيب ده رايح فين طبعا. وهل هيعود بالمنفعه على اللعيب قبل النادي الاهلي أكيد. هيعود على اللعيب ده هيوصل لانه بيمثل النادي الاهلي
وفي الاخر النادي الاهلي يدور على الحته ايه بتاعته هو، سواء كان محتاجه او مش محتاجه. بنتمنى التوفيق طبعا للعيبه النادي الاهلي كلها يا رب ان شاء وان شاء الله. الله نعمل نتيجه ايجابيه مع الترجي تنفعنا في مباراه الاياب، يكون الطريق يعني يكون قرب باذن الله، ونخش على صن داونز بقى وربنا يعيننا. أيوة ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك على وجودك معانا، نورتنا. ربنا يخليك كريم، انا كنت سعيد جدا موجود مع حضرتك. نورتنا كالعاده، حضرتك يعني صديق قبل اي حاجه كابتن سدي، وهاخد من كلامك خليك. طبعا واكد يعني احنا كل اللعيبه بتوعنا اساسيه، واحنا متمسكين بيهم جدا، مجلس الاداره متمسك بيهم جدا، وواثقين احنا كجماهير فيهم جدا. فبالتوفيق ان شاء الله في الماتش القادم يوم الجمعه، وكمان فيما هو قادم بعد كده. شكرا لكم، ان شاء الله نشوفكم في الاسبوع القادم انا وكريم، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.